مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. نعود لمتابعه كلام بيروت مع ضيفنا اليوم الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ جورج علم. استاذ جورج، رح ننتقل الان مباشره الى الناصره حيث مراسلنا اسعد تلحمي. اسعد، يعني هناك معلومات تشير اليوم بأن اسرائيل ليست بوارد اعاده احتلال قطاع غزه بعد بدا عدوانها البري، بعد عدوانها الجوي على القطاع، بل ان لها اهداف لتحقيقها. ما المعلومات المتوافره لديك حول هذا الموضوع؟ صباح الخير دارين. المعلومات أن إسرائيل تكرر الإعلان أنها ليست بصدد احتلال غزة، وإن كانت إذاعات أحرونوت تكتب اليوم أن القوات البرية الإسرائيلية تتجه إلى المناطق المأهولة داخل القطاع لضرب حركة أو عناصر أو المقاومين من حركة حماس في قلب القطاع. إسرائيل في المقابل لا تقبل الآن بوقف لإطلاق النار. الجيش يطالب الحكومة أو المستوى السياسي بإمهاله أياما لتتمكن القوات البرية من تحقيق الأهداف التي وضعتها لها الحكومة ووضعتها أيضا قيادة الجيش. الجديد دارين في إسرائيل مع بدء الحملة الدبلوماسية الدولية اليوم ووصول ممثلي الترويكا الأوروبية والرئيس الفرنسي ساركوزي اليوم إلى إسرائيل. نعم. إسرائيل، الجديد لدى إسرائيل أنها ترفض اتفاق تهدئة مع حماس، إما تريد اتفاقا مع جهات دولية مع المجتمع الدولي ويقوم المجتمع الدولي بفرض هذا الاتفاق على حركة حماس، من منطلق أن إسرائيل ترفض منح أي شرعية لحماس، وعلى خلفية تقارير عسكرية ومخابراتية إسرائيلية كأن حماس ضعفت وحكمها أصبح في وضع خطر، ولذلك إسرائيل لا تريد بحسب أقوال سياستها لا تريد منح حركة حماس متنفسا. نعم. إنما تريد أن يفرض على هذه الحركة حل دولي، وشروط إسرائيل واضحة جدا. طيب أسعد، كانت إسرائيل مع بدء العملية تشير إلى أن الهدف هو تغيير الواقع على الأرض، هل لا يزال إسرائيليا يتم الحديث عن هذا الموضوع، عن تغيير الواقع في قطاع غزة؟ نعم دارين، هذا هو العنوان بشكل كبير، ولكن ماذا يعني تغيير الوضع الأمني؟ من ناحية يقولون نريد تغيير الوضع الأمني، من ناحية يعترفون هم أنفسهم بأن أي عملية برية لن توقف أو أي عملية عسكرية على القطاع لن توقف سقوط الصواريخ على جنوب إسرائيل. نعم. إسرائيل تقول الآن أن تغيير الوضع الأمني هو تخفيف حجم سقوط القذائف الصاروخية على البلدات الجنوبية، ولكن من ناحية ثانية هناك يعني في هذا السياق يجب أن نشير إلى أن التعتيم الإعلامي المفروض إسرائيليا على ما يدور في القطاع يطرح تساؤلات عدة. قبل قليل يطرح مراسل أو مذيع بارز في الإذاعة العسكرية الإسرائيلية سؤالا على المتحدث بلسان الجيش يسأله ثمة معلومات أو تسريبات، وكأن القوات البرية خلافا لما يقوله الناطق بلسان الجيش لا تتقدم كما كان متوقعا وأنها تحارب من موقع ثابت. فربما لأجل ذلك يسأل المذيع، ربما من لأجل ذلك التعتيم الإعلامي، يعني لا أحد يفهم اليوم بسبب هذا التعتيم ما هي حقيقة تطور الأوضاع داخل القطاع. نعم. يجب أن ننتبه في هذا السياق دارين مع ذكر تغيير الوضع الأمني أنه لأول مرة ونحن اليوم في اليوم العاشر تسمع بعض الأصوات، لا نقول أصوات كثيرة، تسمع بعض الأصوات التي تطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان على قطاع غزة. نعم. صدرت هذه الأصوات عن رئيس حزب ميرتس اليساري سابقا يوسي سريد، أيضا افتتاحية صحيفة آرتس اليوم تدعو إلى استقبال الرئيس الفرنسي بإعلان هدنة. أيضا كبير المعلقين في صحيفة إذاعات أحرونوت ناحوم برنيا يعني يكتب على الصفحة الأولى من الصحيفة أن هذا الوقت هو وقت وقف النار، وكل التحذيرات خاصة. نعم. يوسي سريد وناحوم برنيا يحذرون مما ينتظر القوات البرية. طيب. داخل غزة، يقول يوسي سريد كلما تقدمت القوات البرية أكثر كان في انتظارها أكثر علقم أكثر. وناحوم برنيا يقول يسأل كيف للقادة للمستوى السياسي الذي أعلن أقطابه مع بدء العملية بأن هذه العملية تنطوي على مخاطر، كيف لهم أن يتابعوا هذه العملية؟ يقول أنتم قلتم أنها تنطوي على مخاطر،
يجدر بكم الآن أن توقفوا العملية. افتتاحية أرز تقول يكفي إلى هنا لأننا قد إسرائيل قد تفقد الشرعية أو الدعم الدولي الذي حظيت به إلى الآن. نعم، لكن أسعد، رغم كل هذه الأصوات، رئيس الحكومة الإسرائيلية أهود أولمرت قال أن الهجوم البري كان لا مفر منه، وزير الدفاع أهود باراك تعهد بتوسيع الهجوم البري وفق ما تقتضي الضرورة. يعني هل سنشهد تصعيد على في العدوان على قطاع غزة؟ أسعد، التصعيد جريم متواصل، وكما ذكرت في بداية حديثي. نعم تفضل. نعم، الجيش يطلب أياما لتقوم العمليات البرية، القوات البرية، بتحقيق شيء ما. إسرائيل، الجيش الإسرائيلي يبحث عن إنجاز. أيضا الحكومة الإسرائيلية تريد إنجازا عسكريا تعرضه على الإسرائيليين لتقول أنها ضربت حماس. إلى الآن كل ما يعني نسمعه فقط هو تقييمات لقادة المخابرات بأن حركة حماس في موقع حرج، وبأن حماس تبحث عن مخرج مشرف وإلى آخره. لكن على الأرض لا صورة تأتي إلى أحد من واقع ما يحصل على الأرض. باراك وأولمرت تحدثوا عن عملية عسكرية لتغيير الوضع، ولكن أي وضع بالضبط يريدون تغييره؟ من ناحية إسرائيل لا تريد وتخشى أن إعادة احتلال قطاع غزة، من ناحية ثانية هي تعول على القوات البرية، هي تعول على المجتمع الدولي. إذا ما انتبهنا إلى الشروط الإسرائيلية اليوم لوقف النار، هي تتحدث عن يعني اتصالات مع واشنطن ومصر للتوصل إلى وقف النار من عدة بنود. خصوصا اليوم إسرائيل تسعى، يعني إسرائيل من ناحية تقول إن كل عملياتها لن توقف إطلاق النار على جنوب إسرائيل، ولكن ما تسعى إليه تحديدا اليوم هو توفير آلية دولية لضمان ما تسميه إسرائيل عدم تعاظم قوة حماس. والأعين اليوم تتجه، الأعين الإسرائيلية تتجه إلى فعل شيء ما في محور فيلادلفي، ويتكرر الطلب الإسرائيلي بأن تقوم قوات هندسة أمريكية ببناء سور شايق هناك وتدمير الأنفاق بالتعاون مع المصريين لمنع تهريب الأسلحة. اليوم هذا هو الشرط الإسرائيلي الأبرز، هو وقف تهريب السلاح إلى حركة حماس لمنع تعاظم قوتها. أسعد تلحمي مراسلنا في الناصرة، شكرا جزيلا لك.